بس الاول اخد المداخله المهمه دي مع الكابتن الكبير كابتن عبد الناصر محمد مدير الكره بنادي انبي. يا كابتن عبد الناصر صباح الخير، مشرف ومنور وهارد لك النهارده، مباراه كبيره للانبي. تحياتي يا كابتن كريم وصباح الفل. النهارده تكتيكيا الشوط الاول والشوط الثاني انبي عمل مباراه محترمه لولا اللحظات الاخيره اللي شهدت بطاقه حمراء لحضرتك، وعايزين نعرف من حضرتك بدايه كده كان ايه سببها البطاقه الحمراء. يعني خلينا نتكلم على البطاقه الحمراء لاحقا، هي تيجي في سياق الحديث ده. اتفضل يا فندم. الاول انا بشكر الف مبروك للنادي الاهلي الثلاث نقاط، ويا رب ان شاء الله كده يرجعوا لنا بالكاس نفرح كلنا سويا ان شاء الله. ان شاء الله. نتكلم على الـ المباراه نفسها وانا ليا طبعا تعقيب على التحكيم. وانا لما بعقب على التحكيم انا لا اسيء لاحد. انا كل ما في الامر ان احنا نتدارك ذلك لاحقا. علشان دي مقدرات انديه ومجهود فرق ومجهود لعيبه. صحيح. انا مع خالص احترامي انا خلاص احنا بنبارك للنادي الاهلي، ولكن ده مش معناه ان انا بسلم بما حدث داخل المباراه. احنا ادينا مباراه جيده جدا، احنا جهازنا الفني بقياده الكابتن حلمي طولان عامل احلى شغل جوه الملعب، مستحوذين على الكوره، بنهاجم. التلت الوسطاني اشتغلنا عليه بتكتيك دفاعي وهجومي جيد جدا، اخترقنا كتير جدا من الاجناب وفي ظهر لعيبه الاطراف النادي الاهلي. كل دي كانت حاجات جيده جوه الملعب لشغل الكوره. صحيح. اما نيجي بقى في نهايه الشوط الاولاني ويحتسب فاول لصالح النادي الاهلي، واستمر اللعب مده خارج، هو ادى دقيقه واحده الحكم. وفي خلال الدقيقه مما يؤسف لا ان الهجمه استمرت 3 دقائق. والهجمه مستمره وما بيصفرش عشان الهجمه تخلص. ده معناه ايه؟ ولما رحت له بين الشوطين بقول له ازاي انت ما بتوقفش؟ ده بيقول لك انا بشيك على الفار في اللعبه اللي قبليها احسن تكون ضربه جزاء. طب ما هو لو جت جون هتحسبها. طب ما تصفر تبقى لتوقيت المباراه وتوقف الماتش واللعيبه برضه تفضل في الملعب. وتشيك زي ما انت عايز، ولو ضربه جزاء ولو في لمسه يد او اي حاجه تنفذ. انما الفيديو اسيست ده يعني مع خالص احترامي يعني اذا لم يكن هناك اليات وتقنيات تساعدهم هم شخصيا يبقى بلاش بقى، يبقى خلينا نرجع للبدائيات اللي احنا كنا فيها ونرجع ان احنا نشتغل باي شكل تاني. انما اللي حاصل ان الحكم بيزود في اللعبه، بيزود في الوقت في الشوط الاولاني علشان لو دخلت جول هتدخل جول، وبرده ممكن يشيك على الفار. فهمتني يا كابتن كريم ولا هو مش واصله؟ انا فاهمك يا فندم، اتفضل. ادي حاجه. الحاجه الثانيه، انا رحت بين الشوطين بتكلم بكل ادب، بقول له يا كابتن الواد كذا كذا، راح مديني انذار. ازاي؟ بقول له يا كابتن ما تسافر وتوقف اللعيبه في الملعب. هو انا بتكلم بحاجه بشكل وحش؟ انا بتكلم بكل ادب، بقول له ما تسافر يا كابتن، توقف الماتش وتشيك على الفار، انما تسيب الهجمه مستمره. لا انا بشيك، انا بقول له طب مين اللي يقول يا كابتن؟ انا اللي اقول. طب ما تقول ابراهيم يحيى بيطرد من الملعب، بيطرد ليه؟ مش كابتن الفرقه برضه ابراهيم يحيى؟ كابتن ابراهيم يحيى بيطرد ليه؟ عشان هو كابتن الفرقه وراح للحكم قال له يا كابتن بص في الفيديو، بص للفار. قال له مش شغلك. قال له انا كابتن الفرقه يا كابتن. قال له مش شغلك. وراح مديله الانذار. بعديها برضه بيقول له يا كابتن بص في الفار، راح مديله الانذار وطرده، الانذار الثاني وطرده. كان وضع الكاميرا ادتنا ان هو خد طرد مباشر. لا لا، ده تحفز للعيبه. مع خالص احترامي، وتحفز للاجهزه كمان. وتعالى شوف بقى كل لعيب ينزل على الارض في نادي انبي يعني في الاعداد قدام حضرتك. شوف خالد رضا لما اتحسب عليه الفاول وهو اللي نازل، وهو نازل على الارض وواصل للكره الاول. ونفس النظام ريكو برضه واصل للكره الاول وبرضه بتحسب عليه رحمه. هو في ايه؟ تاني حاجة بقى، ايه حكاية السبع دقايق وقت ضايع دي؟ ما حد يحسب.
هو النادي الاهلي علشان هو النادي الاهلي اولا النادي الاهلي بيكسب بره وجوه ومش فارق معاه حاجه. يعني النادي الاهلي يعني بمجهود النادي الاهلي لوحده كده مفيش اي مشكله. صحيح. كده كده النادي الاهلي يعني حاجه لعيبه كبيره ونادي كبير مفيش اي مشاكل. صحيح. انما هل معنى ان النادي الاهلي اشتكى وهيج الدنيا على الحكام يروح عامل لي 7 دقايق وقت ضايع؟ ده بقى مرتين ان شاء الله. ايه اللي حصل؟ الكره لما وقفت شويه ساعه الفار يا فندم ممكن تكون ده السبب. 7 دقايق هو وقف 7 دقايق. مفيش كده يا كابتن. اتفضل يا كابتن. يا كابتن مفيش كده، احنا كلنا معانا ستوب واتش وكلنا قاعدين. عظيم. لا 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 عموما هو الطرد كان على حضرتك ليه بقى؟ احنا ما شفناه، يعني ايه اللي حصل؟ انت قلت له ايه فاضطردت؟ ولا حاجه. لما طلع لما حصل 7 دقايق انا بقول للكابتن مجدي اللي جنبي بقول له يا كابتن ده ظلم، ده ظلم كده 7 دقايق. هو سمعها راح طالع من بره الهيصه دي كلها، طبعا نسي كل حاجه ونسي ال7 دقايق اللي هو حسبهم وراح رافع للانذار الثاني والطرد. طيب لو مشينا على كلام حضرتك، وطبعا كلام حضرتك نفسي اسال سؤال بقى. هو الجون الثاني لما مصر كلها اتصلت بيما واحنا على الدكه اوف سايد وتسلل وتقنيه الفار والفيديو اسيست ده لازم يتبص له بنظره ثانيه خالص. لو هو بقى مش عارف هل يجب ان هو يحسبها للنادي الاهلي؟ يعني لو احنا مختلفين ان هي على الخط او مش على الخط او الخط الازرق او الخط الاحمر او اصل ايده او رجله او سن الجزمه او رباط الجزمه او الكلام ده كله، هل الكلام ده كله ما دام احنا مختلفين يبقى يجب ان يحتسبها لفريق دون الاخر بغض النظر ان هي فرقتي او النادي الاهلي؟ بص يا كابتن عبد الناصر، لو تسمح انا عارف دلوقتي غضب حضرتك لا والله انا ما غضبان. لا ما انا انا طبعا بتكلم عادي طبعا جدا. لا انا هقول لك، انا بتكلم لمراعاه هذا مع كل الفرق طبعا. النهارده لو احنا لو انت لو حضرتك في الفيديو اسست الناس شايفه ان هم مش واصلين لقرار والحكم راح بص معاهم عشان يبقوا بدل ما هم اتنين يبقى ثلاثة، او لو هم ثلاثة يبقوا أربعة وهم مختلفين، هل يجب ان هي تحتسب لفريق دون الاخر؟ ما انا عايز ارد على حضرتك في الجزئية دي على حسب فهمي. وانا لا افتي تحكيميا بصراحة، بس احنا فهمنا للكورة انه يقول لك دايما لو في شك يفسر لصالح المهاجم، ده القاعدة اللي احنا حافظينها من التحكيم. اتفضل يا فندم. انت تبقى اكيد قاضي. حقوق ومقدرات طبعا فرق. لا انا بقول لحضرتك انت دلوقتي تعب لعيبه واجهزه طبعا. انا لا اتدخل يا فندم. انا الفريق دون ان انا انصف فريق دون الاخر فضل. فهذا خطا جسيم طبعا. انا لا اتدخل، بس انا هقول لحضرتك اللي احنا شفناه في التلفزيون، وحضرتك في النهايه انت تاخد قرارك والشغل الاداري بتاع انبي كله. انا اقصد انه بعد كده الاعاده جابت لنا انه الخط ما كانش حسام حسن اللي هو قدام الحارس في موضع تسلل، الخط باين لنا كده اللي هو الازرق، بس اللي حضرتك في النهايه انت اللي ادرى، يعني انت اللي ادرى وهتشوف الكره مره اخرى وتتخذ قراراتك وتاخد رايك. انا لا اتدخل. انا بقول لك اللي شفته. هو انت حضرتك يعني انا ما عنديش قرارات. القرارات دي قرارات لمجلس اداره النادي طبعا طبعا انا بتكلم كإنبي كممثل في حضرتك عشان حضرتك اللي بتتكلم معايا، بس طبعا إنبي النادي هو اللي ياخد. ولكن احنا بنتكلم على مستوى اللعبه، على مستوى التحكيم، على مستوى كل الفرق عشان نلاحق علشان ما ياتي لاحقا. صحيح. انما ما ينفعش مقدرات الفرق تروح بهذا الشكل. طبعا 7 دقائق وقت ضايع، هجمه بتفضل مستمره في الشوط الاولاني والحكم مدي دقيقه، ولما نعترض ان الدقيقه خلصت ودخل في الدقيقة الثانية والهجمة ما زالت مستمرة ويجب ان هو يصفر، ما خلاص انت اديت الدقيقة اللي انت احتسبتها خلصت صفر. يقول لك استنى بشيك على الفيديو، لا انت ما تشيكش على الفيديو، انت سيادتك كده تصفر واللعيبة تفضل موجودة في الملعب، ولما هي موجودة في الملعب يقول الفيديو اسيست يقول له خلاص هتحتسب ضربة جزاء، يتفضل يحسبها ضربة جزاء. مفهوم. مش هتحتسب يبقى يتفضل اللعيبه على اغوره في الملعب. بص بقى كابتن عبد الناصر، في المجمل بقى بصراحه، وفرصه ان حضرتك معايا، انا بهنيك على فريق انبي بشكل عام، طبعا من اول اسم الكابتن حلمي طولان لكل اللاعبين. احنا دلوقتي بقينا نعرف نجوم موجودين في انبي، مصطفى شلبي وعلي فوزي بجانب ابوكا وعدد كبير من اللاعبين،
ومحمود جاد طبعا ما شاء الله الفرقه كلها ممتازه بصراحه، فانا بهنيك رغم الخساره النهارده الاداء كان ممتاز جدا. نحمد ربنا على كل شيء وربنا يسهل في القادم ان شاء الله. وتحياتي لحضرتك. اشكرك شكرا جزيلا كابتن الكبير كابتن عبد الناصر محمد مدير الكره بنادي انبي.